صباح الخير مشاهدينا وصباح مميز وجميل تشهده المنطقه الشرقيه وبالتحديد مدينه كلبه ضرة الساحل الشرقي حيث تواجد في هذا الصباح المميز الأب الحاني صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس على حاكم إمارة الشارقة ليفتتح بعض المشاريع التطويرية والمشاريع التنموية والسياحية في مدينة كلبة. مشاريع كثيرة مشاهدينا أبصرت النور في هذه المدينة الجميلة ومشاريع أخرى ما زالت قيد الإنشاء والجميل والمميز دائما صاحب السمو الله يحفظه ويرعاه يحرص دائما على متابعة هذه المشاريع ويحرص دائما على تواجده في هذه المشاريع بين فترة وأخرى حتى انه حريص على الأمور البسيطة اللي تكون موجودة في هذه المشاريع اللي راح يقدمها لأهالي المنطقة. تواجد صاحب السمو اليوم لافتتاح طريق الباء الجديد، هذا الطريق اللي أكيد راح يكون له الكثير من الأمور الجميلة واللي راح تعود بالنفع على أهالي المنطقة وراح تسهل أيضا عليهم الحركة والتنقلات ما بين مدن ومناطق الإمارة. طبعا مشاهدينا كنا نعرف ان هذا الطريق في الماضي كانت فيه الكثير من الصعوبات كانت فيه الكثير من المنحنيات لكن من بعد هذه المشاريع الجديده وافتتح صاحب السمو اليوم هذا الطريق الجديد راح تتسهل الامور والحلو ان هذا الطريق مشاهدينا ما في منحنيات ما في امور معقده طريق وشارع مستقيم حتى المده الزمنيه اللي راح يعني ياخذونها اللي بيعبرون هذا الطريق راح تكون مدة زمنية قصيرة، في قبل افتتاح هذا الطريق مشاهدينا كانت المدة تصل تقريبا من ساعة لساعة ونص من كلبا وحتى إمارة الشارقة لكن بعد افتتاح سموه لهذا الطريق الجديد تقلصت المدة بتكون إن شاء الله 42 دقيقة فنحن نتمنى السلام إن شاء الله لجميع مرتادي هذا الطريق الجديد طبعا مشاهدينا اليوم مدينة كلبة يعني درة الساحل الشرقي نورها سمو الحاكم مفتتح فيها هذه المشاريع المشاريع الكثيره واكيد نحن راح ناخذكم في بعض اللقطات الجميله ومشاهد جميله لهذه المشاريع ونتابع معاكم مشاهدينا على الشاشه الان افتتاح بعض المشاريع من قبل سمو الحاكم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بنتابعها على الهواء الحين معاكم مشاهدينا طبعا مشاريع جديدة يعني شهدناها بالمنطقة الشرقية الفترة الأخيرة وأيضا مدينة كلباء كان لها نصيب كثير من هذه المشاريع اللي أبصرت النور واللي أكيد راح تغير الحياة في مدينة كلبة مشاريع كثيرة موجودة فيها مشاهدي مشاريع سياحية مشاريع تاريخية مشاريع ترفيهية وطبعا مشاهدينا يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل سمو الحاكم افتتح هذا الطريق الجديد وفي مشاريع كثيرة للحين ما تم افتتاحها وراح تفتتح ان شاء الله في القريب العاجل طبعا مدينة كلباء اصبحت ايضا وجهة سياحية مميزة ومقصد ايضا للزوار والسياح بهذه المرافق بهذه الخدمات اللي دائما يحرص سمو الحاكم انها تتواجد في كل مدن ومناطق امارة الشارقة هذا الطريق مشاهدينا اللي افتتحها سمو الحاكم ينقسم الى جزئين اساسيين وهما طريق وادي الحلو والذي يبلغ طوله 12.5 كيلو متر وطريق وادي مضيق ويصل طوله الى 8.5 كيلو متر، كما ايضا تم انشاء بعض الحدائق المعلقه على مرتفع جبلي بطريق كلبه. طبعا سمو الحاكم يعني قبل قليل مشاهدينا سمو الحاكم اخذ له جوله ايضا في مدينه كلبا يتفقد بعض المشاريع الجديده والمشاريع اللي تم الانتهاء منها ومثل ما نتابع معكم على الشاشه مشاهدينا هذه الجوله وتنقل سمو الحاكم وتنقل سمو الحاكم لهذه الأماكن الجميلة وشارع كلباء الجديد مثل ما تابعون على الشاشة مشاهدينا طبعا مشاهدينا يعني صباح مميز وأمور مميزة حصلت اليوم في مدينة كلبا ودرة الساحل الشرقي يعني ما شاء الله سمو الحاكم دائما يفكر بالمواطن من شتى المجالات ويقدم له الكثير من الخدمات ويقدم له الكثير من المرافق ويسعى إلى يوفر الحياة الكريمة ويسهل الأمور الكثيرة لسمو الحاكم مثل ما نشوف معكم مشاهدينا على الشاشة موكب سمو الحاكم في لحظة وصوله إلى الطريق الجديد طريق الشارقة كلباء طبعا يعني لحظات جميلة ولحظات سعيدة يشعر فيها جميع أهالي وجميع الأهالي الموجودين في المنطقة الشرقية ومدينة كلبة مثل ما تابعون مشاهدينا هذا هو موكب سمو الحاكم واتجاهه إلى الطريق الجديد طريق الشارقه كلباء يعني اكيد مشاعر الفرح ومشاعر السعاده يشعرون فيها الاهالي من بعد ما راح تتسهل ايضا الامور في التنقلات عبر مدن ومناطق اماره الشارقه اكيد ملاحظ مشاهدينا يعني راح تتقلص الفتره الزمنيه اللي بتكون في هذا الطريق مثل ما ذكرنا من ساعه ونص راح تصير 42 دقيقه يعني من نظهر من مدينه كلباء الى ما نوصل الاماره الباسمة ، إمارة الشارقة فيعني مشاهدينا دائما سمو الحاكم يسعى بشتى الطرق وبشتى الاساليب انه دائما يوفر الحياه الكريمه ويوفر الراحه والاستقرار لجميع الاهالي اللي يسكنون هذه المناطق. مشاريع كثيره اكيد مشاهدينا بتكون في هذا الطريق منها انشاء الحدائق المعلقه على مرتفع جبلي بطريق بطريق كلبان مما يعكس صوره جماليه تبهر الزوار. اكيد مشاهدينا ايضا المشروع الثاني راح يتمثل في افتتاح طريق ايضا كورنيش كلبا ليعطي اكيد يعني نوع من المناظر الجميله واللي راح يزيد من جماليه هذا الطريق كما تشاهدون الان مشاهدينا سمو الحاكم وهو في هذا الطريق المميز ولحظه افتتاحه لطريق الشارقه كلبا وهذا يعتبر مشروع من حزمه من المشاريع الكثيره اللي بتكون في دره الساحل الشرقي مدينه كلبه، طبعا مشاهدينا مثل ما ذكرنا بيكون في هذا الطريق بعض الحدائق المعلقه على المرتفعات الجبليه الموجوده ومثل ما نشوف في هذه المناظر لكورنيش خورفكان ايضا مشاهدينا كورنيش كلبه. اللي بتكون في ايضا الكثير من الاشياء الجديده والمشاريع والخدمات والمرافق الجديده واللي راح يكون ايضا متنفس لاهالي المنطقه وللزوار والسياح. طبعا مشاهدين الكثير من المشاريع بانتظار اهالي مدينه كلبا من كل النواحي مشاريع سياحيه، مشاريع تراثيه، مشاريع ترفيهيه. فالجميل بذل يعني جهود كبيره في الانتهاء من هذه المشاريع في فترة زمنية قصيرة ومثل ما نلاحظ جولة سموه في كورنيش كلبا يتفقد المشاريع الجديدة ويرى بنفسه إلى أين وصلت هذه المشاريع أكيد مفاجآت كثيرة دائما يعني سمو الحاكم الله يحفظه ويرعاه الله يحفظه ويرعاه دائما يعني يفاجئنا بهذه المشاريع الكثيرة والمشاريع المميزة واللي تكون يعني متنفس لأهالي المنطقة ولكل الفئات العمرية أكيد مشاهدينا نحن مواصلين اليوم صباحنا معاكم هذا الصباح المميز واللي شرفنا فيه سمو الحاكم في مدينة كلبا بيكون معنا الآن المهندس هاني محمد النقبي مسؤول المشاريع بدائرة التخطيط والمساحة في مدينة كلبا أكيد دائرة التخطيط والمساحة كان لها دور كبير وجهود كبيرة في متابعة هذه المشاريع وتكون لهم مثل الجولات الدورية على هذه المشاريع وأيضا تتبع خطوات هذا المشروع، اكيد مشاهدينا نحن بنعرفكم على كل هذه المشاريع الجديده وراح نعرفكم ايضا على مراحل انشاء هذه المشاريع ونتعرف ايضا على دور بلديه كلبا في توزيع المسطحات الخضراء وزياده الرقعه الخضراء في هذه الطرق وهذه المشاريع الجديده. اكيد مشاهدينا يعني حزمه كثيره من المشاريع اللي افتتحها سمو الحاكم وفي مشاريع اخرى قيد انشاء طبعا مثل ما اعلن سمو الحاكم قبل يومين عن افتتاح مركز اللغه العربيه والخط العربي الى جانب واجهه كلبا راح تكون ايضا واجهه مميزه ومعلم سياحي ومعلم ترفيهي لاهالي المنطقه وايضا للسياح والزوار وما ننسى مشاهدينا مدخل كلبا ايضا راح يكون من المداخل والميادين الجميله واللي راح يتميز ايضا في برج الساعه اللي بيكون موجود فيه يعني ما شاء الله الحين الواحد بيستغنى عن السفر بيستغنى انه يدور بعض الاماكن السياحيه ليستمتع فيها وليغير فيها الجو استوت المنطقه الشرقيه جميله بكل مدنها وبكل مناطقها الواحد كل ما بيصير مكان في المنطقه الشرقيه بيحصل الكثير من المشاريع سواء كانت سياحيه ترفيهيه ثقافيه كل شخص وميوله وحبه للترفيه والسياحه بيحصل الكثير من الامور اللي راح تخدمه والكثير من المرافق اللي راح تقدم لكم ايضا احتياجاتكم الكثيره طبعا مشاهدينا صباحنا اليوم مميز وصباحنا يعني فيه الكثير من المشاريع الرائعه والمشاريع المميزه نحن بنتكلم اكثر عن هذه المشاريع وراح نتكلم اكثر ايضا عن هذا الطريق الجديد طريق الشارقه كلباء وراح نتعرف ايضا على دور دائره التخطيط والمساحه وراح نتعرف على دور بلديه كلباء وراح نتعرف ايضا على الجهود الكثيره اللي بذلوها في هذه الفتره اكيد كان في بينهم تعاون كبير في تعاون كبير ما بين الدوائر الحكوميه الموجوده في مدينه كلبه بحيث ان نحن نرى اليوم هذه المشاريع في اجمل صوره سعد صباحك المهندس هاني وحياك الله معنا اختي وصبحت الله بالنور والسرور وصبح عليك وعلى جميع المستمعين يا مرحبا. على هذا الاستضافه الكريمه حياك الله طبعا المهندس هاني اليوم المنطقه يا مرحبا بك طبعا المهندس هاني اليوم المنطقة الشرقية صباحة مختلف وصباحة مميز بحضور وتواجد سمو الحاكم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس على حاكم الشارقة وافتتاح طريق الشارقة كلبة ودائرة التخطيط والمساحة أكيد كان لكم دور كبير في هذا الطريق لو بس تعطينا شوية نبذة وفكرة عن الفترة الزمنية السابقة كيف كان دوركم في هذا الطريق بالفعل اختي صباح جميل اصلا تعيش مدينه كلبه اليوم بزياره حاكم الشارقه الله يحفظه ويطول عمره بس بالبدايه انا انتهز هذه الفرصه لتقديم أسماء ايات الشكر والامتنان الى صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقه حفظ الله ورعاه على جهوده السخيه بتوفير الحياه الكريمه لجميع المواطنين والواقدين على هذه الارض الطاهره والحمد لله ونفس ما شايفين اليوم الحمد لله زيارة الحاكم كانت مثمرة وكانت تفقدية لبعض المواقع الحمد اللي إن شاء الله, الله راح تكون فيها تطوير كبير بالمنطقة إن شاء الله يا رب الجميل يعني المهندس هاني ان نحن دائما نرى سمو الحاكم حريص ان تكون مثل زيارات دوريه على هذه المشاريع التطويريه والمشاريع التنمويه الموجوده في المنطقه الشرقيه وبالتحديد مدينه كلبه بمشاريعها الجميله، فكيف تشوف حرص سموه على توفير الحياه الكريمه، على توفير الامور اللي يعني راح تسهل الحياه على الاهالي وايضا على الوافدين الموجودين في مدينه كلبه. بلا شك كل المشاريع الموجوده في في مدينه كلبه وخرفكان ودبل حصن والمناطق اللي على الساحل تحظى باهتمام كبير من سموه خاص من سموه كلها لما فيها من اهميه تاريخيه وتراثيه وطبيعه منفرده على مستوى مم. الدوله والمنطقه نفسها وصاحب السمو وجه بحسن من المشاريع في مختلف المدن انا اتكلم الحين عن مدينه كلبه فيها مشاريع كبيره يشرب فيها بكل شيء ونفس ما من سنه تقريبا ونص آه لما قال راح انقل الاليات من مدينه خورفكان الى مدينه كلبه وانتم شايفين التطور بطريق كلبه الجديد وطريق آه تطوير كورنيش آه كلبه والمشاريع التطويريه والسياحيه. م -م. بس أبنوه بشغله إن اكيد مثل ما ذكرت يعني مهندس هاني ان سمو الحاكم وعد اهالي المنطقه تفضل لا تفضل ما مشكله تفضل مهندس هاني بس اذنوه بنقطه طبعا مثل ما ذكرت يعني سمو الحاكم وعد اهالي مدينه كلبه بوجود بعض المشاريع من المشاريع الموجوده في خورفكان راح تكون موجوده في كلبه لكن بحله مميزه باختلاف كثير ما بين هذه المشاريع ايضا بيكون في نادي كلبه للمعاقين بيكون هذا النادي مشابه لنادي المعاقين الموجود في خورفكان الى جانب واجهه كلبه وايضا برج الساعه والمراكز اللي اعلن عنها سمو الحاكم قبل يومين اللي هي مركز اللغه العالم. العربيه وايضا الخط العربي، يعني نحن نشوف ما شاء الله يعني سمو الحاكم ملم بكل يعني الجوانب اللي ممكن يحتاجونها اهالي المنطقه، فكيف تشوف اهتمام سموه في انه يوفر كل الامور اللي ممكن يحتاجونها الاهالي في مكان واحد؟ اختي هذه المشاريع الجديده اللي, اللي هي جالسه تشكل مسارات تنمويه واعده لبدن المنطقه بهدف السياحه والاقتصاد طبقا للطبيعه الموجوده حاليا في مدينه كلبه عندها مقومات السياحه بشكل كبير والحاكم يالس يدرس منطقه منطقه في مدينه كلبه علشان يطورها ويجعل للمواطنين والوافدين انهم ما يحتاجون يروحون برا يعني السياحه تكون داخليه عندنا. جميل يعني مثل ما ذكرت سمو الحاكم دائما عنده نظرة للمدى البعيد وعنده نظرة للمستقبل في أنه يوفر كل الأمور اللي ممكن يحتاجونها حتى الأجيال القادمة بنتكلم أيضا عن الفندق الذي الفندق اللي أعلنت عنه شروق واللي بيكون أيضا من الفنادق الجميلة وبيكون أيضا معلم سياحي موجود في مدينة كلبة خبرنا أكثر عن المهندس هاني هي طبعا كلنا سمعنا هالفندق اللي اعلنت عنه شروق بس تدرين أهل الاختصاص هم يجاوبون أفضل مني أنا يعني الفندق إذا بنعلن عن طريق الشروط أفضل من عندي أنا يعني هم عندهم أكثر تفاصيل هم عندهم الرؤية وين بيكون بالضبط نعم. موقعهم أكيد بس نحن نتكلم عن حزمة المشاريع الكثيرة والمميزة واللي بتكون يعني ما اقتصر ما اقتصرت فقط على مثلا حديقة أو واجهة، يعني مشاريع كثيرة راح تكون مكملة أيضا لمدينة كلبا في أنها تكون واجهة سياحية فيها كل الأمور اللي ممكن يحتاجونها حتى الزوار والسياح مو بس فقط أهالي المنطقة واللي يعيشون في المنطقة الشرقية، يعني نحن بنتكلم شوي عن كورنيش كلباء الجديد أيضا واللي بتكون فيه الكثير من المشاريع وانتم في دائرة التخطيط والمساعد المهندس هاني أكيد لكم دور كبير أيضا في متابعة مثل هذه المشاريع فخبرنا عن يعني المشروع لوين وصل شو الأشياء المضافة اللي بتكون في هذا المشروع بالنسبة للمشروع كورنيش أو تطوير كورنيش كلبة راح يغير شوي من من طريق الكورنيش القديم لأنه راح يكون في ثلاث حارات تقريبا بطول 9.5 كيلومتر وراح يكون فيها عدد 2200 موقف للسيارات و85 سيارات لاصحاب الهمم والشيء الجميل في هذا الشاطئ انه راح يكون في مسار للجري والتريض بطول 7 كيلو متر. هذا الاضافه اللي يعني واحد من اطول المسارات الجري يمكن على المسا... على مستوى المنطقه كامل يعني غير البقعه الخضراء او الحديقه اللي راح ان شاء الله راح تنزرع نعم. يعني ما شاء الله بيكون Mm-hmm. اكيد يعني مسطحات خضراء كثيره بتكون في يعني هذه المشاريع الجديده وكورنيش كلبا مثل ما ذكرت راح يكون في مسار لممارسه الرياضه وممارسه يعني المشي فبيكون نقدر نقول وجهه سياحيه كامله فيها كل الامور وفيها كل الخدمات بتكون فيها منطقه للاطفال بتكون فيها مجموعه كبيره من المطاعم والمقاهي الموجوده على كورنيش خرفكان الى جانب المرافق المرافق الاخرى اللي اكيد راح نتكلم عنها ان شاء الله في المرات القادمه. بنرجع نتكلم المهندس هاني عن طريق شارقه كلبه مثل ما ذكرنا انه يعني الاهالي راح تتقلص لهم الفتره الزمنيه في هذا الشارع. في ايام قبل يعني الفتره الزمنيه من اللي بيظهر من كلبه وبيصير للاماره الباسمه اماره الشارقه ممكن ياخذ ساعه ونص الى ساعه وربع الى ساعه ونص، لكن من بعد افتتاح سموه لهذا الطريق الجديد راح تتقلص راح يتقلص الوقت ل 45 دقيقه. بنتكلم شوي عن الأريحية اللي بيحسون فيها كل مرتادي هذه الطرق المهندس هاني بالفعل طريق وادي الحلو هو من أهم الطرق بالمنطقة الشرقية وسماه الحاكم طريق كلبا سابقا كان تقريبا المدة الزمنية نعم. من كلبا إلى الدوائر الحكومية في وادي الحلو تقريبا تستغرق 30 دقيقة في الشارع الجديد راح تكون المدة الزمنية من 10 ل 15 دقيقة بالعكس هالشيء وايد سهل على الناس او حتى الزوار يكونون نعم. متواجدين في مدينه كلبه. بالنسبه للمقارنه بين الشارع القديم والشارع الجديد انه اكثر سهوله والسرعه تقريبا فيها من 120 ل 140 كيلومتر في الساعه، فهالشيء ما راح يشكل خطوره لان الشارع القديم كان في جزء من الاماكن فيها خطوره كبيره، بس الحين حرص الحاكم انه يكون انسيابيه للحركه وبشكل اسرع. نعم يعني اكيد نحن نشكر لكم كل جهودكم الجباره اللي بذلتوها في الفتره الاخيره المهندس هاني محمد النقبي مسؤول المشاريع بدائره التخطيط والمساحه في مدينه كلبه يعطيكم الف عافيه على الجهود الكبيره اللي بذلتوها وعلى متابعتكم ايضا الدوريه والمستمره لمثل هذه المشاريع، شكرا لك المهندس هاني. يعطيك العافيه اختي وجزاكم الله خير على هالاستضافه وكل هالشيء نحن نخدم فيه صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي وايضا انا اخص بالشكر لسعاده المستشار المهندس صلاح بن بطل المهيري رئيس هيئه تنفيذ مبادرات التطوير البنى التحتيه مبادره هو اللي كان وراء كل هالاشياء من بعد تلقيه الكلمات من صاحب السمو ولهم الشكر لكل المجموعه اللي شاركت في تنفيذ هذه المشاريع. يعطيكم العافية صراحة يعني جهود كبيرة بذلتوها في الفترة الأخيرة كفيتوا ووفيتوا كنا دائما نحن نتابع لكم مثل هذه الجهود اللي كنتوا تبذلونها فيعطيكم ألف عافية وشكرا لك المهندس هاني على هذه هي المداخلة شكرا لك طبعا مشاهدينا مستمرين معاكم نحن في هذا الصباح الجميل والمميز اللي تروحون بعيد وبنرجع لكم طبعا مشاهدينا تابعنا معكم هذه اللقطات الجميلة وابتدى صباحنا اليوم ببعض المشاريع الجميلة اللي قدمها سمو الحاكم لأهالي مدينة كلبا درة الساحل الشرقي ولمتابعة تفاصيل أكثر عن هذه المشاريع مشاهدينا ممكن تتابعون برنامج الخط المباشر اللي يظهر على قناة الشارقة وأيضا برنامج حديث المساء اللي يظهر على قناة الشرقية من كلبا طبعا مشاهدينا اكيد ايضا نحن عندنا الكثير من الفقرات المميزه مثل ما عودناكم دائما في صباح الشرقيه نتكلم عن الشخصيات بانواعها نتكلم ايضا عن انماط البشر وكيف ممكن الواحد يتعامل مع الشخصيات المختلفه في هذه الفقره خصصنا حديثنا عن الشخصيه المستفزه اتوقع من الشخصيات الصعبه اللي كل شخص يتابعنا حاب انه يتعرف على الاساسيات والمفاتيح اللي راح تساعده في انه يتواصل مع هذه الشخصيه واللي راح تعرفنا عليها اليوم ضيفتنا في صباح الشرقية الأستاذة أماندا أخصائية تعلم طاقة صباح الخير أستاذة أماندا يا مرحبا بك صباح النور يسعد صباحك حياك الله. الله طبعا نحن اليوم بنتكلم مثل ما ذكرنا للمشاهدين بنتكلم عن اصعب الشخصيات واللي هي الشخصيه المستفزه اتوقع يعني كل الناس تواجههم هذه الشخصيه في محيط عملهم في علاقاتهم الاجتماعيه او حتى في المنزل فاعطينا شويه بعض الامور او بعض الاساسيات اللي بتساعدنا ان نحن نفهم هذه الشخصيه ونقدر نتعامل معها ان شاء الله اول شيء بدي رحب فيكي وشكرا انك استضفتيني اليوم الشخصيه المستفزه اول شيء شو هي الشخصيه المستفزه نعم اول نقطه كلنا بحياتنا اليوميه او العمليه بنتقابل بهالشخصيه الشخصيه المستفزه لما شخص يعمل تصرف يضايق الاخر بكلامه او بفعله نعم فهي هي الشخصيه المستفزه بس في نقطه كتير مهمه لازم ننتبه عليها انه اوقات إيه الشخص المستفز بيكون بيعمل هالشغله من قصد او غير قصد نعم فهلا بالحلقه بنحكي تفاصيل اكثر مع أسر. يعني ذكرتي ان هذه الشخصيه المستفزه احيانا تكون متعمده ان هي مثلا تقول هذا الكلام او تتصرف تصرف معين يستفز الطرف الاخر وبعض الاحيان تكون هي مو متعمده ان هي تتصرف هذا التصرف فنحن كيف نفهم هل هذا التصرف معتمد او غير معتمد في اشياء معينه هلا مثلا عبر المثال اذا مثلا شخص استفزت اول شيء بحكي بالحلقه انه مثلا اذا بدك تسالي الشخص تقاطعيه اول شيء اول نقطه مهمه انه حاولي تجنبي الشخص المستفز يعني مثلا بحالتك اليوميه او بالدوام مثلا انا بقفل باب الحوار بيني وبينه اذا الشخص متعند بده يحكيني ببروده اعصاب السلف كنترول بيجي علي انا الشخص يعني بيقول شو قصدك بهالشي منتهى استفز <applause> انا <جاب الله> قبل <applause> إن لا هو بطريقه اندايركت هلا احنا ما بنحب نستعمل كلمه انه تستفزينه بس انه بروده الاعصاب نعم وبتسال الشخص شو قصدك بهالشي بيرجع هو بجاوبك اذا في جواب معناتها مش قاصد اذا ما في جواب معناتها انه هو مش نعم الحين انت ذكرتي ان نحن لازم نعرف بعض الاشياء الموجودة في الشخصيه المستفزه ونفهمها بحيث ان نحن يعني يسهل علينا التواصل معها لكن نحن قبل لا ندخل في تعامل مع هذه الشخصيه ناخذ ونعطي مع هذه الشخصيه في بعض المؤشرات تبين على هالاشخاص انهم من الشخصيات المستفزه الشخصيات المستفزه في للاسف اللو سيلف ستيم اوكي اللي بيكون عنده نقص داخلي من جواته بيكون أوقات منعزل عن الناس نعم آه مثلاً ما عنده حياة آه آه كيف سوشيال أقولك حياة اجتماعية أوقات بتلاقي العالم هي عم تهرب منه فبتحس أنه هيدا الشخص انه مستفز والعالم مش حابة تتعامل معه فها هي الاشارات او الـ warning ساينز مثل ما بنقول يعني حلو انت شو الاسباب اللي تخلي هذا الشخص آه هو من الشخصيات آه المستفزه وبالتالي اكيد راح تنفر منه آه الاشخاص وتعامل الاشخاص معه ففي اسباب معينه تجبر الشخص انه هو يكون من الشخصيات المستفزه في اشياء معينه يعني. اول شيء بيكون اول شيء هي نقطه مهمه هي منا حاله مرضيه على فكره مم. هي سلوكيه اوكي ونقدر انه نعدل هالشي او نعالج هالشي نعم. ففيكي نقول انه آه بترتبط باللو سلف استيم الذكر الذاتي لما يكون عنده انخفاض بالذكر الذاتي تبع الشخص فهالشي بيسبب مثلا لما يكون عندك لو سلف استيم هيدا بيسبب بالغيره بسبب انه هدفه انجاب الاتنشن على الشخص تيعمل او يعكر مزاج الاخرين اللي حوله فهيدا كل شيء شغله تادي لشغله ثانيه حلو يعني الشخصيه المستفزه بتكون لها مردود او اثار سلبيه على الاشخاص اللي يتعامل يتعاملون معه وايضا اشياء سلبيه على الشخص نفسه فنحن لو بنتكلم عن الشيء الاشياء السلبيه وعلى الاثار السلبيه اللي ممكن ترجع للشخص هو نفسه ذو الشخصيه المستفزه كيف بتكون هذه الاثار عليه الآثار عليه بتبين مثلا إذا نرجع منقول كله بينربط ل يعني نفس النقطة مثلا حاولي إنه تجنبي هالشخص هي أول شيء شغلي تاني كوني أنت برودة أعصاب شغلي تاني تحكم بالنفس كنترول يعني أنا كشخص I want to control أعصابي أنا تأنا ما جاري هالشخص نقطة أتحكم مهمة أتحكم بأعصابي أسيطر عليها سيطر على النقطة الثانية لما شخص يستفزك لا تبيني له إنه هو استفزك هيدي نقطة كثير بننساها وكتير مهمة ما تبيني له إنه هو استفزك بالمرة عادي بتسمي تضحكي كلمة الحوار عادي كأنه ما في شيء لأنه إذا هو عرف إنه استفزك رح يستفزك أكثر أكيد إنزين يعني آه هذه الشخصية المستفزة اللي نحن نواجهها في حياتنا وبشكل آه كبير أستاذة يعني كيف ممكن تعرفنا على طريقة التعامل معها وتعرفنا كيف ممكن الواحد يسيطر ويتحكم بأعصابه في الحوارات اللي بتكون مع الشخصية المستفزة، خبرينا عن آه العلاج أو النصائح اللي ممكن نحن نقدمها للشخصيات المستفزة بحيث يعني تتغير شخصياتهم المستفزة لشخصيات أخرى. أوكي في أربع نقاط، أول نقطة آه بدنا احنا نربط انفعالنا نمتص نعم. غضبنا احنا نعمل كنترول على حالنا الشغله الثانيه هي هيدي المهاره اللي لازم احنا نكسبها مهاره انه نمسك نفسنا وانفعالنا الشغله الثانيه التجاهل والبرود وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لما الصحابه كانوا يسالوه عن النصيحه كانوا يقولوا لا تغضبوا م. وكان يكررها اكثر من مره فبهالتعامل لا تغضبوا وتمالكوا اعصابكم ولا تعصبوا هي دول نقطة كتير مهمه نعم. والشغله الثالثه نرتب النفس وهلا رح اعملها فيري شورت قصيره جدا اللي هي انهيل واكسهيل يعني انا مثلا هلا عبر المثال صار عندي موقف مستفز فانا بحاول على جنب 10 ثواني اعمل التنفس ورتب نفسي فبيكون لها اكيد اثر ايجابي هذه طريقه التنفس اللي عملتيها لنا استاذه طبعا هي نصائح جميله كانت بتساعد الواحد انه يسيطر في انفعالاته وتعاملاته مع الشخصيه المستفدة فكل الشكر والتقدير لك على هذا الحضور استاذه اماندا اخصائيه تعلم طاقه شكرا لك شكرا لك يعطيك عافية الله يعافيك شكرا لك طبعا مشاهدينا بعد ما تعلمنا على ما تعرفنا على الشخصيه المستفزه وكيف الواحد ممكن يتعامل مع مثل هذه الشخصيات راح ننتقل معاكم ونتعرف على بعض المناطق السياحيه والمناطق الترفيهيه الموجوده في مدينه خرفكان بنتابع هذا التقرير مشاهدينا اللي عن سد الرفيصل بنرجع من بعده اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام متابعين برنامج صباح شرقيه. تتعدد الاماكن السياحيه التي تحتضنها عروس الساحل الشرقي مدينه خورفكان. اليوم راح نعرفكم على استراحه سد الرفيصه التي يقبل عليها الناس واهالي المدينه والسياح والزوار من مختلف الدولة. تشهد استراحة سد الرخيصة اقبالا كبيرا من قبل كبير السياح والزوار وبالأخص في نهاية الاسبوع للاستمتاع بالأجواء الطبيعية والخلابة والبيئة الجبلية التي تميز هذا الموقع عن باقي المواقع السياحية الاخرى استراحة سد الرفيصة العديد من المرافق القدمية التي تخدم مرتاديها في نهاية فقرتنا مشاهدينا الكرام أتمنى من الجميع زيارة هذه الاستراحة للاستمتاع بالأجواء الجميلة تابعنا معاكم مشاهدينا هذا التقرير اللي كان يتكلم عن سد الرفيصه هذا المعلم الترفيهي والسياحي الموجود في خرفكان واللي فيه الكثير من الخدمات والمرافق المقدمه للزوار والسياح. طبعا مشاهدينا نحن دائما نتكلم عن الابداع، الابتكار، الطموح الموجود في ابناء زايد وابناء الامارات، فدائما يعني نحن نشوف في شباب الامارات هناك طموح وفكره او هدف ويحاولون قد ما يقدرون انهم يحققون اهدافهم ويحققون طموحاتهم من الصعوبات اللي ممكن تواجههم في حياتهم نحن الحين في صباح الشرقية مشاهدينا عدنا ضيفنا حاول وسعى في أنه يفتتح مشاريعه وقدر أنه يتخطى العقبات اللي واجهتها وافتتح مشروع ومقهى بابا وكوت فرحبوا معي مشاهدينا بضيفنا حمد محمد صاحب مقهى بابا ومقهى كوت صباح الخير يا حمد ويا ومرحبا بك معنا اليوم صبحت الله بالنور أختي ومشكورين على هالاستضافة وجزاكم الله خير بالعكس انتم من ضمن الناس اللي تدعم الشباب هذا واجبنا حمد وجزاكم الله خير مره ثانيه على يعطيك همستطفحة. العافيه طبعا حمد نحن حابين صراحه اليوم نتعرف عن يعني مشاريعك وفكره هذه المشاريع وشو من العقبات والصعوبات اللي واجهتك ففي البدايه عطنا نبذه عن هذا المشروع وكيف كانت بدايه هذا المشروع اول شيء هذا المشروع عباره عباره عن كوفيين م. آه الكوفي الاول هو بابا كوفي آه مختص في الوجبات نعم. آه سواء كانت باستا آه برجر ستيك لحم ستيك دياي نعم. مثلا الوجبات الرئيسيه نقدر الوجبات نقول. الرئيسيه اللي هي, هي يعني اما الكوت كوفي مه. طبعا هذا مختص في السويتات في العصاير في الكوفيات سب اه سبيشاليتي كوفي مه. وهالامور الثانيه يعني المقهى الاول هو متخصص لبعض الاطباق الرئيسيه والمقهى الثاني لبعض الحلويات وانواع كثيره من القهوه تقدم في هذا المقهى طبعا حمد يعني بنتكلم ايضا عن الشيء المميز في هذا المشروع انه دائما اصحاب المشاريع يحبون انهم يكونون بروحهم في هذا المشروع لكن انت اصريت انه يكون معك شريك في هذا المشروع خبرنا عن هذه القصه والشراكه في المشروع طبعا اول شيء انا ما بهضم حق صاحب المشروع الاساسي اللي هو مصعب النقبي هو هذا صاحب سلسله هالمطاعم بابا وكوت طبعا مصعب اللي ماخذ ما, ما شاء الله الحين خمس افرع في الدوله طبعا انا اخذت عنه الفرنشايز هني في دبا وبالعكس ريال ما قصر اول ما فاتحته في الموضوع وقف وياي وساعدني أه الحمد لله لين ما تيسرت الأمور, الأمور وفتحت الحمد لله وفتحتوا أه هذه المقاهي أكيد أيضا يعني مقهى كوت ومقهى بابا في سر من وراء اختيار هذه الأسامي لهذه المقاهي شو السر؟ اختي ما في سر هذه قلت لك انا تقريبا من سنتين <applause> بدأت اول سلسله مطاعم بابا وكوت فور فكان <applause> وبعدها توسعت لشاجة في مويلح وبعدين في كلبه ايضا في كلبه والحصان. وان شاء الله الاسبوع القادم في الشهامه في ابو ظبي واللي <applause> بعده في عجمان طبعا بخصوص المسميات كانت في هناك ثلاث مسميات للمطعم نعم <applause> فاخ مصعب سال المتابعين سال الناس سال يعني الاصدقاء سوى تصويت بين هالثلاث مسميات سواء لبابا ولكوت لين ما استقر مطعم بابا على هالاسم وكوت نفس ما كذلك على اسم كوت حلو هذا التواصل اللي يكون ما بينكم وما بين ايضا آه زباينكم اللي دائما يتابعونكم في مواقع التواصل الاجتماعي وتاخذون آه رايهم في الكثير من الامور الخاصه في هذه المقاهي مثل ما ذكرت هذا المقهى له عده فروع okay. في دبل حصن آه في كلبه وايضا في آه مويلح ما تفكرون ان تكون لكم فروع خارج الدوله والله. في خطه لهذا الشيء آه، ان شاء الله هو في فرع في مسقط الحين <applause> آه، تقريبا من سنه سنه ونص فاتحينه في, م... في مسقط وان شاء الله في في يعني فكره في السعوديه ان شاء تتوسعون الله. اكثر في إن شاء دول الله في الخليج في الس... ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله آه. لكن دائما يقولون يعني المقهى يوم تزيد فروعه خاصه اذا كانت داخل الدوله وخارج الدوله تزيد الصعوبات على اصحاب هذه المشاريع فاكيد في بعض الصعوبات او في بعض العقبات اللي واجهتكم لكن انتم ما شاء الله قد هذه العقبات اي عقبه ممكن تواجهكم تقدرون انكم تتعدون هذه العقبه خبرنا عن اغلب الصعوبات اللي واجهتكم اول شيء انا اقول الحمد لله رب العالمين انا يعني كنفسي يوم فتحت هني في دبل حصن ما واجهتني اي صعوبات بالعكس حصلت دعم من جميع الجهات الحكوميه في دبل حصن سواء كان المجلس البلدي ولا البلديه ولا التنميه الاقتصاديه بالعكس الجميع وقفوا وياي وهم كانوا من اول الناس الداعمين لي اني افتح المشروع الحمد لله وفي تسهيلات يعني بدرجه ما تتصوريها بالعكس انا انا كنت افكر اني بواجه صعوبات <applause> يعني حتى ما توقعت اني بفتح بهالسهوله وبهال على قولتهم تيسرت لك الامور مشت الامور بسرعه هي الحمد لله الامور تيسرت بالعكس انا ارد اشكرهم هني هم اللي كانوا يعني من بعد فضل من رب العالمين انا اشكرهم هم صراحه الدوار الحكوميه اللي هني ما قصروا دائما الدوار الحكوميه والجهات الحكوميه في امارة الشارقه بكل فروعها يقدموا مثل هذه التسهيلات وهذه الامور البسيطه لابناء الامارات بحيث انه يساعدونهم من البدايه يكونون معاهم يعني من اول خطوه لين ما ينتهي هذا المشروع هم يكونون معاهم اول باول واذا في افكار ايضا وفي بعض الملاحظات دائما يكونون معاكم يعطونكم هذه الملاحظات بحيث يكون المشروع كامل من كل الجوانب. بنتكلم الحين معاك حمد عن رايز باين طبعا اللي دائما يكونوا معاكم موجودين في هذا المقهى كيف شفتوا اقبالهم كيف شفتوا رايهم ايضا في بعض الوجبات اللي تقدمونها دائما في بعض المقاهي يحبون ياخذون راي الزباين بعد كل وجبه فكيف شفتوا اقبالهم وارائهم اول شيء بالعكس انا انا احب احب واحد يقول لي عندك حمد ملاحظه ولا انا ما بسمي انتقاد ملاحظه علشان انا اعدل الشيء اللي مو بعايب الزباين نعم. بالعكس اساس نجاح اي مشروع هم الزباين لو يعني الزباين ما ما يوك مشروعك ما بينجح. اكيد. طبعا الحمد لله في كانت ملاحظات بسيطه بسيطه بعد ما ياخذون الزباين الاوردرات بالعكس انا يتواصلون وياي واسير لهم عند المطعم اسالهم هل في ملاحظه؟ هل في اي شيء؟ في بعض الملاحظات البسيطه بالعكس نحن نحاول نعدل فيها ونغيرها اول شيء أهم شيء رضا الزباين قبل ما يكون طبعًا. يعني أنت شو اللي بينجحك غير الزباين؟ أكيد والحمد لله الإقبال هني ما شاء الله في دبل الحصن يعني ما شاء الله مش بس أبناء المنطقة بالعكس في من المناطق المجاورة م هم اللي ما شاء الله يجون من ويتعنون له من برا البلاد لين هني ما شاء الله يعني المقهى دائما مزدحم وله زباين من كل أنحاء الدولة خبرنا عن الأمور الإحترازية والأمور الوقائية اللي موجودة في هذا المقهى آه لازم هاي الامور الحين نحن بوضع ما بقول صعب لكن بوضع لازم نكون في متخذين جميع الاجراءات م. الاحترازيه والوقائيه لتضمن سلامه الزباين وسلامه الاستاف وسلامه الاكل نعم. وسلامه جميع الناس يعني طبعا نحن متخذين اجراءات احترازيه سواء للعمال اسبوعيا مثلا في فحوصات دوريه للع... للعمال للاستاف وقياس درجات الحرارة <applause> يوميا كل ثلاث ساعات يقيسون درجات حرارة العمال بالعكس هذا سيفتي وضمان للصحة لصحتهم ولصحة الزباين عشان بالعكس والزبون يوم بي لأي مكان بيشوف في هذه الأمور الاحترازية والوقائية راح يطمن أنه يكون موجود في هذا المكان وما راح يفكر في الأمور الأخرى فالكل يعني يفكر في صحته وفي صحة الجميع وجميلكم حرصتوا أيضا على هذه النقطة أستاذ حمد بنتكلم عن طموحك اكيد يعني آه نحن نعرف ان عيال زايد طموحه ما يوقف افتتحتوا هذا المشروع بالرغم من الصعوبات وتوسعتوا فيه صارت لأفرع في آه يعني دول كثيره في مشاريع ثانيه في طموح ثاني يا تخطط له حمد آه شوفي كل حد عنده طموح وكل حد عنده اهداف ناوي يحققها على في حياته يعني نعم. وبالعكس انا ما بقول لك انا ما عندي طموح عندي طموح لكن الواحد آه على قولتهم يمشي خطوه بخطوه آه، ان شاء الله انا اهم شيء عندي اول شيء علشان انتقل لمرحله ثانيه اني اكون هني ناجح في أكيد. هالمشروع، بالعكس ما اقدر انا اسير لمشروع ثاني وانا بعد هني كب في بدايتي آه ما بقول اني ما نجحت الحمد لله الامور طيبه ومتيسره، لكن آه طموحاتي انا قلت ان شاء الله ان شاء الله ان دامني دخلت مجال التجاره تتوسع فيها آه اتوسع فيها, فيها إن, شاء ان شاء الله باذن الله, الله. وبالعكس التجاره في ناس متخوفة وأنا قبل كنت متخوفة أني أدخل هالمجال الحين كنت لك عن التخوفات اللي يعني خافون منها بعض شباب وبنات اليوم في أنهم يفتحون لهم مشروع فلو تعطيهم بعض الأساسيات اللي بتساعدهم في أنهم يعني يسوون مثل يعني دراسة جدول لأي مشروع راح يفتحونه أكيد عندك خبرة بما أنك فاتح من قريب مشروع فعطهم بعض الأساسيات اللي راح تساعدهم أول شيء أنا أشجع الشباب صراحة ان يفتحون مشاريع ويدخلون في مجال التجاره بالعكس م. هالمجال يعني الناس يوم حد يقول لهم تجاره يستصعبوا الموضوع يتخوفون هي اكيد تخوفون اني انا بخسر وانا م. التجاره تقدر تدخل حتى لو بمبلغ بسيط مش لازم انك تدخل مبلغ كبير م. بالعكس الواحد الحين يدور دخل ثاني غير مثلا الدوام يبغى كي. يوفر سبل الراحه لاهله لنفسه ل... يعني يوفر كل شيء اللي والامور يبغي. كلها متاحه يعني الشخص اللي بيستغلها استغلال صحيح يعني بيقدر يفتح له الكثير من المشاريع صح. اللي بتكون له اثر ايجابي عليه وعلى اسرته على ايضا اموره الاخرى وثاني شيء ما شاء الله الدوله تساعد على هالمشاريع وفرت كل شيء يحتاجونه وفرت كل شيء لأ. كل الاشياء اللي يبغيها المواطن موفره له آه في كذا صندوق في الدوله في كذا مكان يساعدون المواطن انه يبدي, يبدي من الصفر اكيد مش انه يعني مو بشرط يكون حتى عنده راس مال في بدائل نعم اخرى يوفرونها في لهم أشياء في اشياء يعطونك هم راس مال ويقول لك حتى على ثمان سنوات ترجع لي راس المال مش انه فتره قريبه وانا اشجعهم انه يدخلون هالمجال بالعكس في لازم لكن قبل ما الواحد ما يفتح اي مشروع ولا يدخل في البزنس لازم يسوي دراسه اكيد هي الدراسه هاي تبين لك اني ما بتبين لك انت بتنجح ولا بتنجح ولا بتفشل على قولتهم بتفشل لكن بتعطيك يعني بتعطيك رؤيه واضحه الايجابيات والسلبيات انت بتعرف اول ما تدخل بتدخل التجاره لازم يا ربح يا خساره أكيد. لا تقول انا بدخل التجاره انا بربح لا وممكن يعني تكون انت بدايه المشروع خساره لكن مع الايام صح تتحول الخساره لارباح دام دام دامك, دامك دخلت يعني اعرف يا ربح يا خساره وان شاء الله ان شاء الله ما ما بتكون في خساره ان شاء الله لكن انا اقول من البدايه لحد يستعيل دام الحين مثلا طلعت كوفيات مطاعم لحد يقول انا بسير بفتح دام دام الناس فتحت انا بفتح لا سوي لك جدوله ادرس الموضوع يبلك ناس يبلك لك ستاف لك على قولتهم سوبرفايزر يرتب وياك كل هالاشياء كلها بما انك طريت حمد ان في هذا الوقت نحن نشوف صراحه يعني عدد كبير من المقاهي موجوده وخاصه في المنطقه الشرقيه لكن كل مقهى في شيء يميزه عن المقاهي الاخرى فشو اللي يميز مقهى بابا ومقهى كوت عن باقي المقاهي اكيد في لمسه معينه بصمه معينه مختلفه اكيد اختي مستحيل تفتحين شيء مشابه لمطلع. مشابه للكوفي اللي مثلا صوبك ولا في منطقتك، م. بالعكس انا الحين انا ماش يعني رحت جربت مثلا المطاعم والكوفيات اللي في هالمنطقه في اشياء موجوده في بابا مش موجوده في هالكوفيات بالعكس انا 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 جبت بابا علشان الشيء اللي موجود فيه، م. يعني مثلا في مثلا وجبه الستيك اللحم هاي مش موجوده نهائيا في دبل الحصن ولا دبل الفجيره. موجوده فقط في مقهى بابا مقهى في بابا, في بابا كافي وهذا اللي يميز وياي بالاقبال الكبير من الناس على هالوجبه بالعكس الله. في اشياء عصاير موجوده عند الغير لكن انت لازم تعطيها لمسه, لمسة خاصه أخرى. تجذب الناس تجذب الناس لها فهذه في اشياء يعني مميزه في بابا الحمد لله هذا اللي خلتني انا وتشجعت اني افتحها لانه مش موجوده عند حد ثاني هنا في المنطقه. الله يوفقك ان شاء الله حمد في هذا المشروع وان شاء الله يعني تتوسع هذه المشاريع وتكون لك ايضا مقاهي اخرى من انت من الشباب الطموحين واللي يعني يحطي له هدف ويسعى ويحاول انه يحقق اهدافه فالله يوفقك ان شاء الله حمد محمد صاحب مقهى بابا ومقهى كوت شكرا لك على هذا الحضور العفو والله يوفقك. العفو جزاكم الله خير على هالاستضافه. شكرا لك. طبعا مشاهدينا من بعد ما تعرفنا على مقهى بابا ومقهى كوت تعرفنا على الامور المميزه في هذه في هذا المقهى واللي تميزه عن باقي المقاهي نكون وصلنا معاكم اليوم لختام صباحنا من صباح الشرقيه يتجدد اللقاء معاكم ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله يوم الاحد اترككم في حفظ الله ورعايته واتمنى لكم اجازه سعيده ومع السلامه